لو كانت أسماك القرش بشراً؟ سألت الابنة الصغيرة لصاحبة البيت السيدة كاف: لو كانت أسماك القرش بشراً، هل ستكون عندئذ ألطف تجاه الأسماك الصغيرة؟ قال السيد كاف: بالتأكيد، لو كانت أسماك القرش بشراً لأقامت في البحر أقفاصاً جبارة مليئة بشتى الأغذية النباتية والحيوانية، ولحرصت على أن يكون للأقفاص على الدوام ماء نظيف، ولاتخذت جميع الإجراءات الصحية اللازمة. لو مثلاً انجرحت زعنفة سميكة صغيرة، فإنه سيوضع لها رباط على الفور كي لا تفقدها أسماك القرش قبل الأوان، وكي لا تصبح السميكات الصغيرة مكتئبة ستقام لها أعياد مائية، ذلك لأن السميكات المرحة ألذ طعماً من السميكات المكتئبة. ومن الطبيعي أنه ستكون هناك أيضاً مدارس في الأقفاص الكبيرة، في هذه المدارس ستتعلم السميكات الصغيرة كيف تسبح في بلاعيم أسماك القرش. ستتعلم مثلاً جغرافياً كيف تستطيع أن تجد أسماك القرش الكبيرة التي تستلقي كسولة في مكان ما. والمهم طبعاً هي التربية الأخلاقية للسميكات. سوف تتعلم أن أعظم الأعمال وأجلها تتحقق عندما تضحي السميكة بنفسها راضية، وأن تثق جميع السميكات بأسماك القرش، وخاصة عندما تقول هذه بأنها تسعى لمستقبل مشرق. سوف تلقن السميكات الصغيرة بأن هذا المستقبل لن يتأمن إلا إذا تعلمت الطاعة، ويجب على السميكات أن تقي نفسها من كل النزاعات المنحطة والمادية الأنانية والماركسية، وأن تبلغ فوراً أسماك القرش عندما تصدر عن واحدة في صفوفها نزعة كهذه. لو كانت أسماك القرش بشراً، فإنها بالطبع ستثير الحروب فيما بينها. سوف تقوم بالحروب بواسطة سميكاتها الخاصة، وسوف تعلم السميكات بأن بينها وبين سميكات أسماك القرش الأخرى فروقاً هائلة. سيذيعون: إن السميكات كما هو معلوم خرساوات، لكنها تصمت في لغات مختلفة تماماً، ولذلك يستحيل التفاهم بينها، وكل سمكة صغيرة تقتل في الحرب بضع سمكات أخرى معادية صامتة في لغة أخرى، ستمنح وساماً صغيراً من الطحلب البحري وتعلن بطلة. لو كانت أسماك القرش بشراً، لوجد عندها أيضاً فنون، ولوجدت عندها صوراً جميلة تعرض فيها أسنان أسماك القرش بألوان أخاذة، وبلاعيمها كمنتزهات خالصة يلهو المرء فيها بابتهاج. أما المسارح في قاع البحر فستعرض كيف تسبح السمكات الصغيرة بشجاعة بطولية في بلاعيم القرش، والموسيقى ستكون جميلة لدرجة أن جموع السمكات الصغيرة ستتدفق مع أنغامها، والفرقة في المقدمة حالمة وغارقة في أحلى الأفكار تسبح إلى بلاعيم القرش. لو كانت أسماك القرش بشراً، سوف تعلم السميكات أن حياتها الصحيحة لن تبدأ إلا في جوف أسماك القرش. وعلى فكرة، لو كانت أسماك القرش بشراً، فلن تبقى السميكات كما هي الآن متساوية، فإن بعض السميكات سوف تتقلد مناصب رسمية وتترأس الأخريات، بل إن السميكات الأكبر قليلاً سيحق لها افتراس السميكات الأصغر، ولن يلاقي هذا سوى القبول من أسماك القرش، لأنها بذلك ستحصل أكثر من ذي قبل على قطع أكبر. كما أن السميكات الأكبر ذوات المناصب سوف تحفظ النظام وتصبح معلمات وضابطات ومهندسات إلى آخره في المباني القفصية. باختصار، لو كانت أسماك القرش بشراً، لوجدت وقتئذ فقط حضارة في البحر.